السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. في تاني أيام عيد الفطر المبارك، دي هديتي ليكم النهاردة، الأعمال الجميلة اللي انتوا عملتوها دي أعمال الناس على الجروب على الفيسبوك أم عبد الرحمن، أعمال رائعة وأكثر من رائعة، اتعملت بكل حب حتى الناس المبتدئين. يكفي ان انتي عملتي موديل، ما جبتيش لبس العيد، ما كلفتيش، الحمد لله. انا في حالة انبهار ومبسوطة وسعيدة جدا جدا ان الحمد لله قدرنا نستغل فترة الحظر في اننا نعمل شغل رائع وجميل بالشكل ده. تحية لكل ايد عملت الحاجات الحلوة دي، حتى اللي كان شغلها مش بنسبة 100% مظبوط او لون او حاجة زي دي، لأ، شغلك مهما كان بسيط ومميز وليه تقديره عندنا، ليه احترامه وليه بهجته. يكفي انك بدأتي مشوار الالف ميل، دايما يبدأ بخطوة ودي هي الخطوة. انا مش شايفة ولا اي غلطة في اي حاجة عملتوها، ما شاء الله عليكم. مش عارفة اقول لكم ايه، بس انا نفسي الخياطة او مكنة الخياطة ترجع تاني في كل بيت، لازم ترجعي تعملي كل حاجتك بنفسك. الذوق اللي في المحلات اكيد مش هينفع كلنا نلبس شبه بعض، نخرج بنفس اللبس، لكن ذوقك انتي، لمستك الخاصة المميزة، اصبحتي بتعملي موديل رائع مميز بخطوات جميلة وبسيطة. شايفين الابداع؟ مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة، على حاجات اكثر من رائعة اللي احنا شايفينه ده، كمان في اعادة تدوير اهو من والى، شايفين ده شغل كده اعادة تدوير، يعني كمان بنستفيد من الحاجات اللي مش مستخدمها يعني. تمام، شايفين حاجات طالعة جميلة جدا جدا جدا، كل ده على الفيسبوك، ما نقدرش ننسى حبايبنا على الفيسبوك برضو. شايفين حاجات رائعة رائعة بمعنى الكلمة، فعلا فضل ربنا اولا واخيرا، فضل ربنا وحده. الله الله، شايفين يا جماعة الشغل وجماله. مش هقدم الفيديو النهاردة، انتوا المبدعات، انتوا صاحبات الايادي الذهبية، انتوا صاحبات هذا النجاح الجميل الكبير. شايفين ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، شنط جميلة وبسيطة وسهلة، فساتين كأنها جاهزة واحلى من الجاهزة، احلى بكتير، فيها لمسة، فيها ايد ام عملتها، ما شاء الله، فيها بهجة. يا ريت يا ريت كلنا نرجع نعمل حاجتنا بنفسنا، الخياطة ملهاش علاقة ابدا بان انا اوفر او ان انا، لا، هي طبعا بتوفري وكل حاجة، بس فيها الابداع. الخياطة جميلة لانك بتخليكي مبدعة، بتخليكي تعملي حاجات مميزة عن الاخرين، بتخليكي تستغلي كل حاجة في بيتك ما ترميهاش، ستارة جميلة بتعمليها. شايفين الشغل؟ انا هسيبكم مع الحاجات الرائعة الجميلة دي، مش هقول اسماء لان الاسماء كتير قوي قوي ما شاء الله، لكن انا هسيبكم مع الحاجات دي، واتمنى ان كلكم تبقوا كده ان شاء الله. الفستان الاخضر ده من الحاجات الجميلة اللي عجبتني جدا جدا، نغم، والفستان الاصفر ده كمان، مهم قوي ان كل واحدة تعمل اللي يعجبها واللي يليق بيها واللي يعجب بنتها. مش من حق ابدا حد يقول ان اللون ده حلو او اللون ده وحش او ده طويل او ده قصير، ابدا. المفروض بنقول رأينا في الشغل، المفروض بنقول رأينا في الحاجات اللي اتعملت بنظرة مختلفة شوية، على اننا نفرض رأينا ان ده مناسب او غير مناسب، نتعلم اختلاف ونتعلم تقبل الاخر مهما كان. مش من حقي ابدا اقول لاي حد ده طويل او ده قصير او قصري او ازاي هتخرجي كده او ازاي هتلبسي كده، الحمد لله كل واحد بيبقى عارف اصول وامور حياته والمكان والبيئة المحيطة بيه. فاتمنى ان يكون تقييمنا على العمل اللي احنا شايفينه اكتر من تقييمنا اذا كان مناسب ولا لا. تمام، شايفين الجمال؟ رائع 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 بجد، يعني بجد. ما شاء الله، انا هسيبكم بقى مع الحاجات الرائعة دي، كفاية بقى هسيبكم مع الحاجات الجميلة دي، واتمنى ان احنا نرجع بنشاط قوي ان شاء الله عشان نعمل حاجات احلى
ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد يا رب ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وبصحة وعافية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تبقوا زيهم، وكلنا نبقى محترفات، كلنا نتعلم الخياطة. وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.